اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده، دي لعبه جامده جدا جدا جدا، اسمها من 3 اسئله من الكوزموس، شكلها حلو جدا مش هصدق. وده جهاز كشف الكذب، ايوه ده جهاز كشف الكذب بتاع ديتكتيف. هنفتحه بقى النهارده ونجربه مع بعض ونشوف يا ترى هيكون شكله عامل ازاي. واو، لازم الاطفال فوق سن 8 سنين، وهفتحه بقى دلوقتي واجربه لكم النهارده مع بعض. ولو حد بيكتب يعملوا بقى ايه زي تشوك خفيفه كده لاسعه بالكهرباء عشان ايه ما يكذبش تاني. اكيد طبعا ممتع ومشوق، اي ممكن نقعد نلعب بقى بيه مع صحابنا، ونركبه بقى في الحتتين دول انا مشاور عليهم، بنركبهم في صوابعنا وكده بنسال بقى الجهاز ده اسئله وبنظبط الفريكوانسي بتاعته ونقوم جاي ايه يقوم جاي لسعنا لو احنا كنا بنكذب. واو دي لعبة جامدة جدا وذكية قوي، تعالوا بقى نفتحها ونجربها مع بعض. اهو بصوا ده الجهاز بتاعي، اوكي. وبصوا بقى ايه هنا، نقدر ان احنا نحطه بقى في الصورة بتاعتنا بدل السبيكر، اوكي. وبعدين ايه ممكن احنا نركب بقى دول في الصورة بتاعنا، هوريكم دلوقتي ازاي. ونحط بقى فيه البطاريات وكده جاي مختبرينه. اهو بصوا هفتح بقى كده اول واحد اهو، هفتح بقى ايه تاني واحد او تحط واحد بقى على الصباع ده واحد على الصباع ده، اوكي. هو بقى ايه جاي مظبطين هنا جاي كده شغال اهو، بصوا نور اقدر معناه ان هو كده شغال، وهنا جاي معلين بقى على الاخر معناه ان هيدي فريكونسي عاليه قوي عشان لو انا بكتب جاي مكهربني جامد جدا. ايه ده، الله ده جامد جدا الاله الجامده قوي دي، الديفايس ده، اوكي. ممكن نوطيه بس هنا عشان ما تقربش قوي. بعد كده تيجي بقى ان انا اساله، واو بس مش عارفه اعتقد ان هو في حاجه مش في الصوت اهو كده بقى كويس. تيجي بقى ان انا اساله اي سؤال وهو بقى ايه وجاوب عليه، وشوف يا ترى بقى هيقدر يعرف ان انا ذكيه ولا لا، انا بكذب قصدي ولا لا. ممكن انقي سؤال صعب شويه او مش صعب قوي، ممكن نسال مثلا ايه انا عندي مثلا كام سنه، واشوف هو هيجاوب هي ايه وهجاوب غلط، وبعدين هشوف هو ايه هيكرمني ولا لا. واو هو اصلا بيكتشف الكذب، المفروض بقى جهاز كشف الكذب الديتكتيف بيستخدموه بقى عشان يخلوا المجرمين يعترفوا بغلطاتهم لو عملوا ايه، لو كانوا بيسرقوا او عملوا اي حاجه يعترفوا. واو مثلا نسال انا عندي كام سنه، انا عندي 60 سنة، المفروض ان هو يكهربني دلوقتي بس ايه ده اللي مكهربنيش. طب ممكن نسأله تاني، انا عندي 60 سنة برضو مكهربتش، مش عارفة ليه، انا اكيد بكذب، انا معنديش 60 سنة ولا حاجة، مش عارفة ليه مكهربتش. ممكن نجرب نكذب كده كدبة تانية، انا ما اكلتش حاجة النهاردة. اي بصت لسعت سنة بسيطة كده في صباعي، ده فكرته فعلا جامدة جدا، الحتة دي بتلسع لو انا طلعت بكذب. واو دي لعبه فعلا جامده قوي قوي، انبسطت بيها جدا، عجبتني جدا، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قولوا لي رايكم بقى فيها في الكومنتات. ممكن زي ما قلت لكم نقعد نظبط الفريكوانسي من هنا، ونقعد بقى ايه اللي يكون بيكتب جاي ايه صباعه تديه الكهرب. اتمنى يا اصحابي ان تكون الفيديو بسيط عجبكم، بليز بقى قولوا لي رايكم بقى فيه في الكومنتات. بليز ما تنسوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشيني يا اصحابي، باي باي.